وخلينا كده كالمعتاد ناخد سؤال حلقتنا النهاردة اللي بأكيد هيرتبط بحدث دولي مهم هيبقى متواجد هنا في مصر، أرض الكنانة اللي بيحتضن كافة البطولات في التوقيت الصعب جدا اللي ممكن ما فيش دولة في العالم بتقدر تتحمل وتأخذ هذا القرار أن تنظم أي بطولة. بطولة العالم للرماية هنا، هل يستطيع منتخب مصر للرماية الفوز ببطولة كأس العالم للرماية المتواجدة في مصر؟ خلينا كده لنشوف إجاباتنا سريعا مع حضراتكم ونشوف يوسف اللي بيقول تحياتي يا كابتن فتح الله، تحياتي ليك يا يوسف. نعم بعزيمة اللاعبين قادرين على المنافسة على اللقب. علي فرغلي، مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا علي، ان شاء الله قادرين على تحقيق اداء مميز في البطوله ورفع اسم مصر عاليا ان شاء الله. بودي قال مساء الخير. مساء الخير عليك يا بودي. ان شاء الله يشرف وان منتخبنا يشرف وان شاء الله تكمل على خير ويستمر الاداء في التطور وناخد مركز كويس في البطوله بتوفيق في اللي جاي ان شاء الله يا بودي. محمد حماده، ان شاء الله منتخب مصر يحقق مركز يليق في البطوله ويحقق اللقب باذن الله وان شاء الله نقدر نعمل ده يا ابو حميد. ابراهيم عطيه، ان شاء الله ما فيش حاجه صعبه، احنا كلنا واثقين في منتخب مصر صاحب الروح والعزيمه، ربنا يوفقهم في اللي جاي باذن الله واحنا ان شاء الله متاكدين من عزيمه ولادنا ومتاكدين واحد من نجاح تنظيم هذه البطوله وابهار العالم، اتنين من اداء رجالتنا في هذه البطوله ان شاء الله.